كثير من الادويه والسماد للارض وكذا، يعني اعطونا برنامج كثير انبسطنا وكثير لقينا انه في نتيجه. ايامنا نحن بين اللي عم نحطه للارض من السواد، بين اللي عم نسمعه عن طريقه المهندس بالمحاضره، كان في عنا فرق كثير وفي عنا اغلاط كثير. هلا صرنا انا اقتنعت بالمحاضره اللي كانت بعد المحاضره وكثير كانت ايجابيه، ويعني كان التوضيح كثير واضح لنا. الجلسه كانت مفيده جدا، اكثر شيء استفدنا من تسميد الاقل، بيعمل كلفه اقل للمزارع مشان ما يحطش كلفه ليستفاد اكثر. وكانت المحاضره كثير جيده، وكان في تجاوب كثير من الفلاحين على اساس انه كميه الكيماوي اللي عم يحطها المزارع بالسهل عم يحط كميه زايده مش عم يستفاد منها.